تخيل تكون سايق السيارة بسرعة 240 كيلومتر وتتفاجأ بحاجز قدامك. هذا حرفياً اللي صار مع رونالدو بعد ما اشترى سيارة أحلامه بثلاث أيام. اليوم راح أحكي لكم قصص لنجوم العالم كانوا قريبين فيها جداً من الموت. القصص كثير حلوة معظمكم ما بعرفها، بس قبل ما نبلش بدي الكل يفعل جرس الإشعارات لأنه إلي فترة طويلة ما نزلت فيديوهات طويلة والريتش بده صدمة منكم. بدنا 10,000 تفعيل جرس وخمسين ألف لايك على هذا المقطع، وأنا متأكد إنكم بتقدروا تعملوها. أبو الصيف، أبو عمر الغالي، كيف حالك؟ تمام والله الحمد لله، أنت شو أخبارك؟ إلك مصلحة نطلع أغلبك ذلك طاولة؟ لا حبيبي شكرا، أنا من بعد اللي صار آخر مرة حلفت يمين ما أرجع ألعب لعبة ما تبدأ على الحظ، بس لو أنت زلمة قد حالك تعال العب معي لورد أوف ذا بول. هاي اللعبة مش بس حظ، بدها ناس حريفة تعرف تلعب. اللعبة كثير خرافية وصراحة أنا صرت أحبها أكثر آخر فترة بعد التحديثات والتطوير اللي عملوا عليها. وبعدين يا أبو الصيف لا بدها ترتيبات ولا نطلع على كافيه ولا إشي، روح اعمل لها داونلود من الأب ستور أو جوجل بلاي وعلى طول بنبلش نلعب، وبنقدر نلعب اثنين أو ثلاثة أو أربعة مع بعض. بعدين اسمع، جد اللعبة بتصير أحلى وفيها متعة أكثر لأنه بنقدر نطور على النرد ونلعب مع ناس من كل العالم. اسمع الجيم جد رهيبة، عن جد مش معقول إنكم تلاقوا لعبة طاولة زهر مش بس بتعتمد على الحظ وكمان بدها استراتيجية. انا الي فترة طويلة بلعبها وعن جد الجيم حلو. ماشي يا سيدي، هلا بعملها داونلود وبطلع اونلاين وببعت لك. وانتو كمان الكل يروح يعملها داونلود من اللينك اللي موجود بالديسكريبشن او التعليق المثبت وراح تاخذوا 500 كوين هدية مباشرة. يوم 8/1 سنة 2009 كان يوم مكركب شوي بالنسبة لرونالدو، لأنه المدرب أليكس فيرغسون رن على لعيبة مانشستر يونايتد واستدعاهم للتدريب بوقت أبكر من الوقت المعتاد، لأنه وقتها كان مدعوس عليهم وخسرانين مباراة من ديربي كاونتي، وعشان يربيهم ويعطيهم درس قرر إنه يناديهم على التدريبات بدري. وطبعا آخر شيء ممكن يخطر ببال اللعيبة أو المدرب إنه رونالدو نجم الفريق يتأخر على التدريبات، لأنه مش من عوايده، معروف عنه قديش هو ملتزم ودقيق. بس المصيبة إنه ما كان يرد لا على التليفون ولا على الرسائل، وضلهم يرنوا عليه بس الأخ كان بسابع نوم. وبعد شوي صحي كريستيانو من النوم، اطلع على تليفونه ولقى مليون مسج ومكالمة، واكتشف انه ضايل معه 20 دقيقة ليوصل على الموعد. فخطر له انه السيارة الوحيدة بالكراج اللي ممكن توصله على التدريبات خلال 20 دقيقة هي سيارة احلامه، الفيراري 599 جي تي بي فيورانو، واللي زي ما حكينا كان له شاريها 3 ايام، وفعلا اخذها وطلع يسوق بسرعة جنونية وصلت ل 240 كيلومتر بالساعة. هلا انسوا انه السيارة اتجعلكت واكلت رسميا على قولة محمد عدنان، ولكن رونالدو بقدرة قادر ما صار فيه ولا إشي ولا حتى انجرح، وكان هذا الحادث سبب في تغيير حياة رونالدو، لأنه بعدها قرر إنه يكرس حياته كاملة للرياضة ويقدر حياته أكثر. وطبعا زي ما الكل بيعرف هو حاليا واحد من أعظم الغطاسين بالعالم. لا لا عم بمزح معكم، رونالدو أكيد لعيب. شايفين؟ وعشان ما نبعد عن رونالدو كثير خلينا نروح على ميسي، كونه ميسي خصم رونالدو الأبدي. بالمناسبة عن جد انتم مين بتشوفوا أفضل، رونالدو ولا ميسي؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. نرجع للمهم، في سنة 2017 ميسي لعب واحدة من أعظم المباريات في مسيرته الكروية، وكانت هاي المباراة على ملعب الكامب نو في برشلونة ضد يوفنتوس، في أهم بطولة بالعالم بعد كأس العالم دوري أبطال أوروبا. المصيبة إنه يوفنتوس خلال مباراة الذهاب بإيطاليا كانوا جالدين برشلونة 3 أهداف، وكان الكل عاقد الآمال على ميسي بموضوع الريمونتادا وانه يلعب بكل قوته ليفوزوا ويتأهلوا على نصف النهائي، وميسي كان فعلا مستعد انه يعمل اي شيء الا انه يضيع هاي المباراه. المهم بلشت الملحمه وما حدا سجل اهداف، وقبل ما يخلص الشوط الاول من المباراه تمريره عاليه لميسي نط بده يهديها وكان مشترك معه بيانيتش دفشه ووقع على رقبته. الإشي العجيب إنه الدكاترة واللي حللوا هاي اللقطة حكوا إنه ميسي لو وقع عن ارتفاع أعلى ب 2 مليمتر فقط كان مقدار الضغط اللي صار على عظم رقبته سبب له كسر وكان راح يموت مباشرة، وكان خسرنا مصدر المتعة الأول في عالم كرة القدم. وكان من يومها لليوم بيانيتش بتبزق عليه ليل ونهار. بشكل عام هاي الحالات نادر جدا ما تصير جوا الملعب، لأنه بيكون في طواقم طبية مدربين وناس حواليك ليساعدوك، أما لما تكون لحالك ويصير معك مشكلة فهون المصيبة. زي مين؟ زي ماتيا سيلفا واللي كان راح يخسر حياته وهو بأجازة. بعرفش ليش تذكرت حسام بأجازة. رجعنا لحسام، قلنا لك حسام إجازة. بتاريخ 4/7 سنة 2017 قرر ماتياس واصحابه في الفريق انهم يطلعوا رحلة على بحيرة تاهو في ولاية نيفادا الأمريكية، ولأنه تاريخ 4/7 يعني 4th of July اللي هو عيد استقلال أمريكا راح يكون عطلة والكل راح يكون طالع يشم الهواء، فكانوا عارفين انه الشط راح يكون فيه كثير ناس، وغير هيك هم كان عندهم مباراة في نفس اليوم، فحكوا خلينا نروح بدري ونخلص امورنا على البكير. وفعلا ثاني يوم الصبح شغلوا وطلعوا، واول ما وصلوا عند البحيرة ماتياس كان متحمس كثير للمنظر، نزل من السيارة وصار يركض باتجاه المي ونط فيها، وبعد شوي سمعوه الشباب وهو عم بصرخ وبطلب مساعدتهم، بس قالوا لك هذا بتهبل علينا وبده يعمل فينا مقلب، وفجأة صوته اختفى، ولما تفرجوا على مكانه بالمي كان مش مبين، وقتها خف عقلهم كلهم وخافوا عليه كثير وركضوا باتجاه المي ونطوا فيها وبلشوا يدوروا عليه، ولما لقوه سحبوه بسرعة وطلعوه على الشط، بس للأسف ما كان عم بتنفس ولا حتى عنده نبض، وبالصدفة كان المنقذ
جنبهم واجى بسرعة. كثير صعب انك تحكي حرف الذال والجيم ورا بعض. منقذ جنبه حاول انه يعمل له تنفس اصطناعي بس على الفاضي. رنوا على الاسعاف واجوا بسرعه واخذوه على المستشفى، ودخل في غيبوبه لمده يومين. وبين معهم انه ماتياس كان متحمس لما دخل على المي وما كان حاسس انه المي بارده جدا، واول ما دخل صار صدمه مفاجئه لجسمه بسبب اختلاف الحراره، وهذا الشيء كان سبب انه قلبه يوقف ويغمى عليه وهو داخل المي. قول انه اللعيبه اللي حكينا عنهم كانوا كبار وواعيين للشغلات اللي صارت معهم، بس شو شعورك لما تعرف انه نيمار ما كان راح يكمل حياته لاول عيد ميلاد لإله؟ لانه اللي صار معه هو عمره 4 شهور راح يضل محفور في ذاكرة أهله للأبد. في سنة 92 هو وأمه وأبوه كانوا طالعين بالسيارة رايحين يزوروا قرايبهم، وزي ما بتعرفوا الطرق بالبرازيل جبال ومنحدرات. طبعا لا أنا ولا أنتم بنعرف إيش عن الطرق بالبرازيل، بس عادي مشيها. وصدفت إنهم لازم يمروا من طريق زي هيك، وفجأة وهم بالطريق قلب الجو وصارت الدنيا تمطر بشكل غزير، لدرجة إنهم بطلوا يشوفوا السيارات اللي قدامهم، وكملوا الطريق على السبحانية. وبعد شوي فجأة طلع قدامهم مضوا سيارة قريبة منهم كتير وخبطت بباب السائق وقلبت السيارة فيهم. طبعا انسى انهم كانوا ماكلين هوا ومكسرين، لدرجة انه ابو نيمار كان عم بحكي لمرته انا عم بموت، وفجأة تذكر ابنه واجت وضخة ادرينالين خرافية، وصار يطلع يمين وشمال وفوق وتحت ويدور على ابنه وما كان ملاقيه، وطلع من السيارة وصار يدور عليه بالشارع وعلى جنب الطريق وبكل مكان وما لقاه، وهون حس انه الدنيا كتمت عليه وفجأة سمع صوت نيمار. ركض بسرعة لعند الصوت ولقاه محشور تحت كرسي السيارة، ولما طلعوا كان راسه عم بنزف بشكل كبير، وفورا رنوا على الإسعاف وأجوا أخذوه على المستشفى. يمكن نيمار وقتها ما كان واعي على اللي صار معه وما بيعرف إنه واجه الموت، ولكن لا شك إنه محظوظ وانكتب له عمر جديد زي ما عم نحكيها ليكون اليوم واحد من أعظم الممثلين بالعالم. شباب هذا كان مقطعنا لليوم، بتمنى انه يكون عجبكم، واكتبوا لي بالتعليقات شو اكثر قصة عجبتكم، واللي عنده قصص حلوة حابب انه نحكيها ابعت لي اياها على انستغرام. بتمنى ان الجميع عن جد انه واحد يطنش موضوع جرس الاشتراك، وبتعرف اذا بوصلني خبر انه في واحد فيكم وصل بالفيديو لهون ومش مشغل جرس الاشعارات راح ازعل. ادعموا المقطع بلايك. سلام وبشوفكم فيديو جديد.